بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا طلاب الحلوين. اليوم يا مس سوف نتحدث عن شيء جميل ومهم جدا، وهو تقدير الوقت. هيا بنا نبدأ. أتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الحصة أن يكون قادر على التعرف إلى مفهوم وقت أطول ووقت أقصر، إعطاء أمثلة على أعمال تحتاج وقت طويل وأعمال تحتاج إلى وقت قصير لتنفيذها، وتقدير أهمية الوقت. هيا بنا نبدأ. سوف أعرض عليكم مجموعة من الأفعال التي نقوم بها خلال اليوم، مثل الصلاة، تناول الطعام، النوم، تنظيف الأسنان، المرح، الدراسة، والذهاب إلى المدرسة. كلها أفعال تحتاج إلى أوقات نقوم بفعلها. لكن هل فكرت يوما بأن الوقت الذي تقوم به في الصلاة نفسه الوقت الذي تقوم به وأنت نائم تحتاجه للنوم؟ هل فكرت يوما أن الوقت الذي تقوم به لتناول الطعام هو نفسه الوقت الذي تقضيه في المدرسة؟ إذن هناك أفعال تحتاج إلى وقت قصير وأفعال تحتاج إلى وقت طويل حتى تتم حدوثها. إذن بعض الأفعال مثل الذهاب إلى المدرسة يحتاج إلى وقت طويل، أما تناول الطعام والصلاة فإنها تحتاج إلى وقت قصير لإتمامه. الآن الرجاء إحضار الكتاب المدرسي وفتح صفحة 96. يأتي عزيز وبكر، هما جاران يقطنان في نفس الحي. يأتي عزيز إلى المدرسة راكبا سيارة والده، أما بكر فيأتي إليها ماشيا. من منهما يحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى المدرسة ولماذا؟ هناك أحداث تحتاج إلى وقت أطول، لكن عندما يذهب بكر مع والده إلى المدرسة في السيارة فإنه يحتاج إلى وقت قصير، لكن عندما يذهب بكر ماشيا إلى المدرسة فإنه يحتاج إلى وقت أطول حتى يوصل المدرسة، لكن عزيز عند ذهابه في سيارة والده فإنه يحتاج إلى وقت أقصر حتى يقوم بالوصول إلى المدرسة. إذن عزيز هو الذي يوصل أبكر إلى المدرسة وأسرع، لماذا؟ لأنه استخدم سيارة والده للوصول إلى المدرسة، لكن بكر فيأتي يحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى المدرسة لأنه يأتي إلى المدرسة ماشيا. سوف ننتقل الآن إلى التمرين التالي. أضع إشارة صح أمام الغباء العمل الذي يحتاج إلى وقت أطول. الآن يوجد عندي ثلاثة أعمال نقوم بها. العمل الأول هو تناول الطعام، العمل الثاني هو تنظيف الأسنان، والعمل الثالث هو الدراسة. برأيك ما هي الأعمال من هذه الأعمال الثلاثة تحتاج إلى وقت أطول لإتمامها؟ فكر معي، هيا فكر معي. أحسنتم، الدراسة تحتاج إلى وقت أطول. هيا بنا ننتقل إلى الصفحة التالية. أضع صح أمام الحدث الذي يحتاج تنفيذه إلى وقت أقصر. يوجد عندي مجموعة من الصور التي تعبر عن مجموعة من الأعمال والأحداث. سوف نضع صح أمام الأحداث التي تحتاج إلى وقت أقصر: الصلاة، اللعب، الرسم، نفخ البالون، تناول الطعام، أم فتح الهدايا. برأيك ما هو الحدث الذي يحتاج إلى وقت أقصر؟ أحسنتم، نفخ البالون. الوقت ثمين جدا وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا. يجب استغلال الوقت دائما بشكل صحيح والاستفادة منه لقضاء حاجاتنا وتقديرها حسب طبيعة الأعمال التي نقوم بها. فهنالك أعمال تحتاج إلى وقت طويل كالوقت الذي نقضيه في المدرسة، وأعمال تحتاج إلى وقت قصير كالوقت الذي نقضيه أثناء تناول الطعام. هيا بنا، سوف أسمعكم الآن هذه الأنسودة التي تتحدث عن تنظيم الوقت. Thank you.
وهكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. الرجاء خلص فاصلة 96 و97 من الكتاب المدرسي، وشكرا لحسن استماعكم.